هي الكرمة عامان من الإجرام. بدأ مجرم الحرب حفتر عملياته الدالة على عكس اسمها في مثل هذا اليوم من عام 2014 وسط ترحيب من الصحوات والشرادم وعصابات العدل والمساواة الذين لم يعد لهم عمل منذ رحيل القذافي. جرائم حفتر لم تقتصر على محاربة الثوار فقط، بل تعدها وقواته إلى استهداف المدنيين الآمنين في منطقة قنفودة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمشائخ، حتى ما عاد في ديار بنغازي من هو للقرآن حافظ. قوات مجرم الحرب حفتر المتنوعة الذين منذ أن دخلوا بنغازي أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ناهيك عن عبثهم بالأوضاع الإنسانية والمعيشية التي تصفها المنظمات الحقوقية بالمتدنية جدا. طاعة ولي الأمر هي دندنة الموالين لحفتر من كتيبة التوحيد وغيرها من الكتائب التي تنسب نفسها لأهل السنة والجماعة، والسنة من أفعالهم براء، فهم جعلوا من حفتر إماما دينا عادلا يحكم بالحق، الأمر الذي لا يقبله شرع ولا دين. القائد العام للجيش والمشير والركن أول ولا ننسى سيدي، مسميات أعطيت لحفتر ثناء ومباركة لجرائمه المبذولة تجاه العالقين بمنطقة قنفودة التي يدكها الطيران الإماراتي والفرنسي، والأنكى من ذلك طيران السيسي الذي سيذهب له النفط الليبي على طبق من ذهب كإنجاز من أول إنجازات عملية الكرمة. وهم مجرم الحرب حفتر أتباعه وأنصاره أن الدولار سيصبح بدينار فور سيطرته على مناطق الهلال النفطي وبدء تصديره للنفط، ولكن ما حدث هو عكس ما أقسم به حفتر، فالدولار بخمسة دنانير والأزمات تفاقمت. فهل سيستمر الواهمون والتابعون لحفتر بالسير وراءه؟